بهدف الاطلاع عن قرب لطبيعة التعايش السلمي بين مكونات وطوائف الشعب العراقي بعد محاولات الإعلام العربي والغربي نقل صورة قاتمة ومغايرة للواقع الحقيقي وللطيف العراقي الآمن. زار وفد مكون من رجال دين وباحثين في جامع الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع المباشر وعن كثب للحالة المناقضة لما روج. السبب الذي جئنا من أجله، العالم العربي يعني يسوده ثقافة سمعية، يقول بنسمع كذا وبنسمع كذا وبنسمع أكاذيب، وهذا هو السبب الذي جئنا لكي نبحث عن ذلك على أرض الواقع، ولكي نشاهد على أرض الواقع الحياة التي رأيناها. بالنسبة ما رأيناه في العراق وشعب العراق وما شهدناه هو عبارة عن أن العراق يتمثل في كلمة واحدة. أعضاء الوفد التقوا بعدد من ممثلي المراجع الدينية وزاروا العتبات المقدسة والمواقع الأثرية في عدد من المحافظات العراقية، مؤكدين أنهم جاءوا إلى العراق لإيصال رسالة مفادها أن المسلمين أمة واحدة ورصينة، محذرين من خطر الأفكار الداعشية المتطرفة على أمن وسلامة ووحدة الأمة العربية والإسلامية. ذهبت في العراق إلى جميع المرجعيات بفضل من الله عز وجل، وقبلونا بأفضل الترحاب، ورأيت في شعب العراق وهذه رسالة العالم، شعب العراق شعب واحد، هذه شهادة أمام الله، شعب لا فرق بين سنة وشيعة. أنا رأيت في بابل مبنى واحد يجمع بين وزارة الأوقاف السنية ووزارة الأوقاف الشيعية، وقرأت في المساجد السنية وقرأت في العتبات المقدسة، لم أجد هناك اختلاف. والجيش العراقي البطل استطاع أن يحرر أرضه، ولم يحرر الأرض إلا إذا كان الشعب موحد بلا طائفية وبلا مذهبية، فكان هذا هو سبيل الانتصار على داعش المجرمين. زيارة الوفد المصري تدخل من باب الأخوة الحقيقية بين الشعبين العراقي والمصري، وللتأكيد على طبيعة التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي، فضلا عن مد جسور التواصل وتفنيد الشائعات المغرضة والتي تحاول بعض المؤسسات العربية الإعلامية تصورها للرأي العام العربي والعالمي. من كربلاء طارق الخفاجي، قناة الرشيد الفضائية.